معايا عبر الهاتف الآن مداخلة مهمة مع الأستاذ المحترم أستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. يا فندم مشرف ومنور، دايما بسعد بتواجدك معايا. كابتن كريم تسلم، ده من ذوقك. أهلا بيك يا فندم. أنا قبل ما أخش الهواء على طول قريت تصريحات ليك بتتكلم فيها عن حكم مباراة السوبر الأفريقي، فقلت أستوضح منك على الهواء أكتر، هل في اعتراض على طاقم تحكيم مباراة السوبر؟ يعني في بالنسبه للحكم الليبي طبعا ليه كل الاحترام، ولكن في تحفظات على الحكم الليبي واشتراكه في المباراه، ونتمنى ان الاتحاد الافريقي ينظر يعني بعين الاهتمام لتحفظاتنا عشان بس الامور تمشي، او يعني المباراه تطلع زي ما كلنا بنتمنى. ده سوبر ابطال افريقيا، المفروض تبقى حاجه تليق، وطبعا التنظيم السعودي بيبقى على اعلى مستوى، فنتمنى ان الامور كلها تمشي في نفس يعني الخط ده ويطلع حاجه مشرفه لمصر. فده ملاحظه بس نتمنى اخذها في الاعتبار. يا فندم ايه هي التحفظات؟ لا يعني بص، اعفيني من ذكر اسباب محدده، ولكن من حق اي حد زي المحاكم كده لما بيحاكم قدام حد ان هو بيكون مطمئن او غير مطمئن، فانا في تحفظات على الحكم الليبي ونتمنى اخذها في الاعتبار فقط لغير بدون ذكر اسباب. هل انتوا خطيبتوا الكاف رسميا؟ لا ما خطبتوش الكاف رسميا. لا لسه. بس ناويين. والله يعني دي حاجه امور تترك للاداره، ولكن مبدئيا في تحفظات على الاسم الحكم نفسه. لكن حتى الان لسه ما فيش، يعني المجلس لسه بكره هيدرس هل هيتم تقديم احتجاج او غيره، ولكن احنا بنعلن زي ما قلت لك ده موقفنا من الحكم الليبي. برسائل اعلاميه. أنا أقصد مش مخاطبات رسمية لسه حتى هذه اللحظة، كلها مش مخاطبات رسمية متضمنة الأسباب اللي حضرتك مش عايز تقولها دلوقتي أو تفصح عنها، مظبوط؟ بالظبط. مظبوط. طيب هل في أي حاجة تانية في مباراة السوبر عندكم عليها تحفظات، ولا الأمور ماشية بشكل سليم والفريق؟ لا الأمور ماشية والفريق بتم استعداداته على أكمل وجه، والصفقات الجديدة مندمجة جدا مع الفريق. والنهارده كابتن حسين لبيب والمجلس زاروا التدريبات لتشجيع الفريق في آخر تدريب لي قبل السفر. وان شاء الله الامور تمشي يعني في احسن حال باذن الله، وثقتنا كبيره في الفريق، الفريق معانا اسماء كبيره جدا، والجمهور حتى لو تلاحظ الحمد لله يعني حاليا ما فيش غير الدعم، وهو ده المطلوب من جمهور الزمالك وده المعتاد من جمهور الزمالك. هايل.